شايفين ده تركت من تركات الكفته لازم نعملها روقتك القرف ده يا سعيد ايوه يا ريتاش عايز حاجه بقول لك ايه ممكن تديني رقم دكتور جندي جوز صاحبتك ليه انت كويس انا كويس بس انا كنت عايزك تبلغيه بس ان انا وافقت خلاص ابيع كليتي وانت عرضت ليه تبيع كليتك ليه يا سيد لا انا ما عرضتش هو اللي عرض عليا قبل كده وانا كنت رافض بس انا دلوقتي موافق عشان انا لازم اتصرف في 75000 جنيه قبل اول الشهر ارتاج لان انا دلوقتي الهلوبه اتخرمت مني وانا بدات اتوتر ومش عارف اعمل ايه والخنقه جات لي وانا قاعد واخد ارتاج ونفسي مني انا اتخنقت يا انا اتخنقت يا ايه ده بس وما تقفرش بقول لك انت فين دلوقتي انا قاعد في كافيه كده مستني زعتر يجيب لي مفاتيح التاكسي عشان استلم الورديه منه طيب ماشي بقول لك ايه انا نسيت اقول لك ان عيد ميلاد ماما النهارده صح طيب خلاص يا حبيبي انا بس هطلع مشوارين كده الم اي فلوس اجيب لها بيها هديه بدل ما اجيب ايدي فاضيه ايوه كده يا سيدي يا مشرفتي بقول لك ايه ما تاخرش النهارده على عيد الميلاد ها انا صدقت الدنيا ظبطت شويه مع ماما وبابا اليومين دول طيب يا ريتاش خلاص جاي يا ريتاش